محاصيل الزراعات السكرية برسم الموسم الفلاحي 2016-2017 سجلت حصيلة إيجابية مقارنة بالموسم الماضي بمنطقة الغرب، معطيات أدلت بها المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة، والتي أرجعت أسباب هذا الارتفاع لتساقطات المطارية المهمة التي عرفتها المنطقة، والتي تقدر ب 459 ملم توزعت بشكل جيد على مختلف أرجاء المنطقة. الحمد لله احنا وصلنا 50% من الانتاج الوطني، وذلك ترجع المجهودات تقومها وزاره الفلاحه وكذلك المعامل ديال السكر اللي تتاثر الفلاح عن قرب. الظروف المناخية الملائمة مكنت من تثمين مختلف الجهود المبذولة من قبل الفلاحين بشراكة مع الوزارة الوصية من أجل إنجاز أهداف محددة في إطار عقد برنامج. طبيعة الحال المردودية ديال الإنتاج ديال قصب السكر ارتفعت، وما ارتفعتش ب 4 ولا 5%، ارتفعت على حسب المناطق، ارتفعت على حسب مجهود ديال الفلاح، ارتفعت على حسب الطريقة اللي تطورت ديال الفلاح. هذا هو وتنتمناو إن شاء الله ترتفع أكثر. السبب في ارتفاع العدد ديال المنتوج ديال قصب السكر هي أن بزاف ديال الفلاحة يعني اللي اتجهوا للتنقيط الموضعي، هذا هو السبب باش ارتفع المنتوج تقريبا 4 حتى 5%. ماشي زعما كاين ان لا سوبرفيسي تزادت، لا، الفلاح راه حتى هو تيدير، كاين الفلاح تيديروا المجهود ديالو. منطقة الغرب حققت انتاجا قيمته 1.4 مليون من محاصيل الزراعات السكرية برسم الموسم الفلاحي 2016-2017 مقابل حوالي 993,000 طن خلال الموسم الماضي، ارتفاع ملحوظ يحدد في 4.8%، فيما تبلغ المساحة الإجمالية لقصب السكر خلال الموسم الحالي 8500 هكتارا.